بسم الله. في برنامج جيمب في أداة عندي بتديني إن أنا أرسم مسارات، فهختار الأداة ديت وأبدأ أرسم مسار، أحدد أول نقطة ده النقطة، وممكن وأنا دايس أبدأ أحرك بالماوس فتظهر لي المقابض بالشكل دوت، تمام. أدوس مرة تانية وأسحب تبدأ تظهر لي المقابض، مرة كمان لحد ما ترسم الشكل اللي أنت عايزه، وبعد كده تدوس انتر هيروح موصل لي بين أول نقطة وآخر نقطة، ويبقى كده عمل لي سيلكت. السيلكت ده ممكن أديله لون وليكن مثلا اللون دوت، او ممكن اديله تدرج لوني زي ما انا عايز، تمام. خلينا نختار لون غير دوت، وليكن مثلا لون هذا الشكل دوت، وممكن اعمل له لير جديدة، تمام. الغي سيلكت، اختار ان انا ارسم واحد جديد اهو، وابدا اسحب. طبعا انت بترسم اي شكل انت عايزه، ممكن ترسم قلب، ممكن ترسم اي شكل بتفكر فيه. اول نقطه اخر نقطه هروح دايس انتر فيعمل لي السيلكت بتاعي، واروح اعمل له لون معين. لو انا عايز ادمج الاتنين دول مع بعض، اجي على اللاير واقول له ميرج داون، يعني ادمجها لي مع اللون اللي تحت، تمام. وادوس هنا رايت كليك واقول له الفا تو سيلكشن، فعمل سيلكشن على الاتنين دول بس، تمام، على العناصر اللي موجودة في اللير. اروح رايح لقائمة ايديت، اقول له ستروك سيلكشن، واختار الستروك لاين بتاعي يبقى قد ايه الويت بتاعه، واقول له ايه ستروك. الاقيه عمل لي زي ما انت شايف زي حدود حوالين الشكل اللي انا رسمته.